Assalamu alaikum. Sayyidna, كيف صحتك؟ الحمد لله. مرتاحين ان شاء الله؟ الحمد لله. الله معكم. سيدنا. نعم. فيما يخص الحوادث الأخيرة، شنو نظركم؟ أجوبة عن المصريات. نعم. الحياة العظمى، الإمام المجاهد، السيد الخميني، لا مظل، استمعت إلى بنقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي، وإني إذ لا يتاح لي الجواب بنقيا، لأني مودع في زاوية البيت، لا يمكن أن أرى أحدا أو أن يراني أحد. لا يسعني إلا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ضدكم منارا للإسلام ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة، كما أسأله تعالى أن يتقبل منا العناء في سبيله ويوفقنا للحفاظ على عقيدة الأمة وحكمها العظيمة. فليست حياة أي إنسان إلا بقدر ما يعطي لأمته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وفكركم ما سيظل على مر التاريخ مثلا عظيما لكل المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا. نعم. هذا كان بلقيتكم للسيد الخميني. سيدنا. اللي انا ادري انه بلقيات كثيره وكثيره جدا من طهران وبعثت اليكم، ولكن ما توصل لبيتكم. نعم، انا فقط هذه سمعتها من الاذاعه. صحيح، هناك بلقيات كثيره وكثيره جدا، والتظاهرات والمظاهرات عظيمه في طهران تأييدا لكم وللحركه الاسلاميه في العراق. نسأل الله ان يرعاكم ويحفظكم بعينه. الله يحفظكم. وعليكم السلام. سيدنا، ما عندكم شيء اخر تبلغونه؟ الان ما عندي شيء، ما عندي شيء. طيب. سيدنا. نعم. اسمعنا اخيرا انه صحتكم غير جيدة. سيدنا، صحتكم زينة انتو اليوم او لا؟ لا، صحتي لا قيمة لها سيدنا، لا قيمة لصحتي.